ولا زلنا في ملف الاعتقالات، حيث نظم العشرات من أبناء عشائر بني رشيد وعشائر لواء الكرة وقفتين احتجاجيتين اليوم أمام الديوان الملكي والسجن مركة، وذلك احتجاجا على استمرار توقيف نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بن رشيد، مطالبين بالإفراج الفوري عنه. هذه فعالية نظمتها العائلة وعشيرة بن رشيد للمطالبة بحقهم بالإفراج عن ابنهم البار زكي بن رشيد. وطبعا الوالد هو معتقل رأي، معتقل سياسي في بلد يدعي الحرية، في بلد يدعي حرية التعبير، ولم نرى من ذلك شيء. هو ذكر قضية تخص الأمة الإسلامية، تخص المسجد الأقصى، وفيما يتعلق بتآمر قطر عربي على هذا المسجد الأقصى الذي هو قبلة المسلمين الأولى، فوجئنا بهذا الاعتقال التعسفي دون وجه حق ودون تهمة مبررة. الفاسدون يصلون ويجولون في البلد ويسرقون كيف شاءوا، والشرفاء يقبعون في السجون. أول شيء جئنا من لواء الكورة عشيرة بن رشيد الشيخ يوسف محمد بن رشيد، نتوجه إلى الديوان العامر ونطلب بالإفراج عن الشيخ زكي بن رشيد من المعتقل في سجن ماركة وأخوان المعتقلين معه، ونطالب سيد البلاد جلالة الملك عبد الله، ونطلب من الله الفرج العاجل لأخواني الشيخ زكي بن رشيد والمعتقلين معه. إن حرية الرأي مكفولة في الدستور الأردني، وإن أصاب الشيخ زكي أو أي معتقل صاحب رأي معتقل لأسباب برأيه الشخصي، سواء كان أصاب أو أخطأ، هي أخطاء شخصية، والعلاقة بين الأردن والإمارات علاقة قوية ما بتتأثر بمقالة على صفحة شخصية. ومقالة الشيخ زكي اللي كانت على صفحته بالفيسبوك صفحة شخصية إلى خصوصيتها. فإحنا بنطالب جلالة الملك بضرورة إطلاق سراح الشيخ زكي والمعتقلين أصحاب الرأي في أردن الأحرار، وإحنا كعشيرة حرة في بلد أحرار نطالب بإطلاق سراح. جئنا اليوم كأبناء عشيرة بن رشيد مطالبين باب القصر العامر، مطالبة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لإخلاء ابننا زكي بن رشيد، الابن الوطني الذي دائما شعاراته وطنية، ودائما في جميع جلساته كنا نسمع منه جلالة الملك خط أحمر لا يمكن التعدي عليه، وهو من أبناء الشرفاء في هذه البلد. وأصبحنا نرى أن قسم كبير من الشرفاء يوضعون في السجون والفاسدون خارج السجون. ف يعني طيلة فترة معرفتي كابن عمومة، دائما ابن وطني لهذا البلد ويدافع عن هذه الأمة ومطالب الشعب كاملة. ونحن جئنا إلى الديوان العامر نطالب جلالة الملك عبد الله حفظه الله بأننا كحمولة بني رشيد واقفون معه وقفة كأبناء حمولة، ولن نتخلى عن تراب هذا الوطن.